إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من الخلائق جميعا، فجعله أحب خلقه إليه وأزكاهم لديه، فاختار له خير أمة أخرجت للناس، واختار له خير الأمكنة مكة والمدينة، واختار له خير الصحب فصحابته خير من أصحاب جميع الأنبياء، واختار له خيرة الأزواج فهن الطيبات الطاهرات الطيبات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. واختار له خير الأتباع والورثة، فأتباعه وورثته خير من أتباع غيره من الرسل، ففاسق هذه الأمة خير من علماء اليهود والنصارى وأحبارهم ورهبانهم. فضله الله سبحانه وتعالى تفضيلا شاملا في كل المجالات، ومن ذلك أن الله اختار له هذا الشهر الذي أنتم فيه، فاختاره ليكون مولده صلى الله عليه وسلم، فقد ولد فيه. ولا شك أن ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره واختياره، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهذا الشهر فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب أبي طالب بمكة، وفيه كذلك ابتدأ الوحي إليه بالرؤيا الصالحة، فمكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم ابتدأ الوحي إليه في رمضان بعد 6 أشهر من الرؤيا، ثم بعد ذلك قدم فيه إلى المدينة مهاجرا، وفيه قبضه الله جل جلاله فتوفاه في اليوم 12 منه. وهذا اليوم اختلف فيه هل هو يوم مولده أم لا، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يوم مولده، وقد روي ذلك عن عروة بن الزبير، وهو من كبار التابعين ابن الحواري، وهو من فقهاء المدينة 7. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه ولد في اليوم 3 منه أو 5 أو 8، وكل ذلك محتمل، لكن المجزوم به أنه توفي في اليوم 12 منه. وهذا اليوم ليس عيداً للمسلمين وليس من أعيادهم، لكن يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لو جزم به هو مناسبة سارة من مناسبات هذه الأمة التاريخية، ليست عيداً من الأعياد التي شرع الله لها أحكاماً مخصوصة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة عيدين اختارهما يتعلقان بركنين من أركان الإسلام. فعيد الفطر من رمضان يتعلق بدعيمة الصيام، وعيد الأضحى يتعلق بدعيمة الحج، وغيرهما من الدعائم لا يمكن أن يجعل له عيد مخصوص. فالصلاة عيدها هذا اليوم الذي أنتم فيه، يوم الجمعة، ونظرا لتكرره لم يشرع فيه ما شرع في العيدين، ولكن يشرع فيه أن يلبس الإنسان الثياب البيضة، وأن يغتسل، وأن يتنظف، وأن يتطيب من طيب بيته، وأن يذهب إلى المسجد فيستمع إلى الخطبة ويشهد الصلاة. فهذا عيد في الأسبوع يتغذى به الناس في أرواحهم، ويلجؤون فيه إلى بارئهم سبحانه وتعالى، ويتعرضون فيه لنفحاته وبركاته ورحماته.
وقبل ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعيدها العمر كله ولا يمكن أن تختص بيوم منه. وكذلك الزكاة فإنها فريضة على كل فرد وحده، فهي فريضة مشروعيتها فردية على الفرد، فلا يمكن أن يجعل لها يوم يخرج فيه المسلمون جميعا زكاة أموالهم، بل كل فرد يومه الذي يدور الحول عليه فيه وهو يملك نصابا يخرج فيه زكاة ماله، فهو حول الزكاة بالنسبة إليه كأنه عيدها. وأما مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المناسبات السارة كيوم بدر الذي كان في 17 من رمضان، ويوم فتح مكة الذي كان في 23 من شهر رمضان، وغير ذلك من الأيام والمشاهد الشريفة التي نصر الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فهي مناسبات سارة يفرح بها المؤمنون ويشكرونها لله سبحانه وتعالى بالعبادة والصدق والاتباع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هو يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده، فقال: نحن أولى بموسى منكم. فكان يصومه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم شكرا لله على هذه النعمة. ومثل ذلك يوم مولده، فقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. فكان يشكر نعمة الله عليه بأن يصوم يوم الاثنين، وهذا مشروع لكل القادرين عليه من المسلمين. وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس فقال: هما يومان يرفع العمل إلى الله فيهما، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف يوم بدر ويوم فتح مكة ويوم مجيئه مهاجرا إلى المدينة، ولم يخص شيئا من ذلك بعبادة مخصوصة، لكن لا شك أنها نعم عظيمة يستحق الله جل جلاله أن يشكر عليها. وهذا الشهر الكريم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وببدء أطواره فيه، ينبغي للمسلمين أن يراجعوا سنته وسيرته، وأن يزيدوا إيمانا به ومحبة له في هذا الشهر الكريم، فذلك مشروع دائما. ولكن هذه المناسبة تذكر الغافلين وتنبه من أخطأ هذا التاريخ، فإن الأمم ترتبط بتواريخها وتهتم برجالاتها، والأمم لا بد أن يكون بناؤها بناء مؤسسا على ماضيها، فأيما أمة كان تاريخها مقطوعا فلا يرجى لها بقاء. وهذه الأمة بدايتها محمد صلى الله عليه وسلم، ونهايتها المسيح ابن مريم عليهما السلام، فلذلك لا بد أن تحافظ على تاريخها وأن تهتم بدراسة سيرة رسولها صلى الله عليه وسلم، وببيان ما له من الحقوق الشريفة التي جعلها الله على الناس كافة. فإن الله سبحانه وتعالى مجده في كتابه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال فيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال فيه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. فالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لم يترك أحدا من هذه الأمة سدى ولم يهمله ولم يترك لهم المجال في الاختيار، بل حدد اختيارهم في الولاء فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولم يتركهم سدى كذلك في التشريع، فقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبين الله أن محبته سبحانه وتعالى إنما تكون بالاتباع لما جاء به رسوله من عنده، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد أخرج الله هذا الرسول الكريم أسوة للمؤمنين، فمنهجه هو المنهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن عصاه أو عدل عما جاء به فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. ولا يمكن أن يتبعه أحد ما لم يتعلم ما جاء به، فإن من لم يتعلم ما جاء به قد أعرض عنه، وقد توعد الله المعرضين بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في تعلم ما جاء به هذا الرسول الكريم من عند الله، ثم اتبعوا ما قامت عليكم الحجة به،
فإن الحجة قائمة علينا جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وذلَّذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائك أعداء الدين، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وفرج همومهم، ونفس كروبهم، وانصرهم نصرا مبينا، وكلهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كلهم وليا ونصيرا، وتولهم بعنايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم هذه الأمة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف. اللهم ارزقنا أجمعين مرافقة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، ومجاورته في الفردوس الأعلى. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في انتظار فريضة من فرائضك، فأنزل عليهم السكينة، وأنزل عليهم في مجلسهم هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر، وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا محروما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرًا حقيقيًا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.